أما النيرفس أوف ذا نيك فكنا هنقسمها إلى عدد من الأقسام. القسم الأول هو الكرينيال نيرفس وتشمل 12 بيرز أوف كرينيال نيرفس. القسم الثاني سيرفيكال بليكسس. القسم الثالث هي سيمباثيك تشين أو سيمباثيك ترانك. هنتعرض دلوقتي لكل قسم من هذه الأقسام اللي بتكون النيرفس أوف ذا نيك. القسم الأول هو الكرينيال نيرفس. عندنا 12 بيرز اوف كرينيال نيرفس. اول واحد فيهم اللي اسمه الاولفاكتوري ده كان بيور سنسوري نيرف. النيرف الثاني اللي اسمه الاوبتيك كان ايضا بيور سنسوري نيرفس، ودول هندرسهم بالتفصيل مع فرع النيورو اناتومي. النيرف الثالث اللي هو السيرد كرينيال نيرف اللي اسمه الاوكيولو موتور، ده ميكسد نيرف، كان جزء منه موتور والجزء الاخر كان باراسيمباثيتك. النيرف الرابع اسمه تروكليار نيرف، ده كان بيور موتور. اما الخامس اللي هو التراجيمنال نيرف، ده كان ميكسد، جزء منه موتور والجزء الاخر كان سنسوري. واخيرا النيرف السادس اللي اسمه الابديوسن، ده بيور موتور. الاربعه كرينيال نيرفز ديت كانت ديستريبيوتد، ثلاثه منهم اللي هم 3 و4 و6 للاكسترا اوكولار ماسلز اوف ذا اوربت. اما الخامس فكانت توزع، جزء منه اللي هو الاوفسالميك كان راح سنسوري للاريا اوف ذا اوربت، والجزء الثاني اللي هو الماكسيلري كان سنسوري للمنطقه المحيطه بالماكسيلا، الجزء الثالث اللي هو المانديبولر، وده كان ميكسد نيرف، جزء منه سنسوري وجزء منه موتور، وكان بيغذي منطقه الانفرا تمبرال ريجون. النيرف السابع اللي اسمه الفيشل نيرف، ده ميكسد نيرف، ده جزء منه موتور وجزء منه سنسوري وجزء منه باراسيمباثيك. الثامن اللي هو الاوديتوري نيرف، له اسم اخر فيستيبيولو كوكليير، وله اسم ثالث اسمه ستيتو اكوستيك، وده ايضا بيور سنسوري نيرف. اما النيرف التاسع فاسمه جلوسوفارينجال نيرف، بالظبط زيه زي السابع، جزء منه كان ميكسد، هو ميكسد نيرف، جزء منه موتور وجزء الاخر سنسوري، والجزء الثالث كان باراسيمباثيك. النيرف رقم 10 اللي هو الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف جزء منه موتور، جزء منه سنسوري، وجزء منه باراسيمباثيك زيه زي التاسع والسابع. النيرف رقم 11 هو الاكسسوري نيرف، ده بيور موتور نيرف. اما النيرف الاخير اللي هو رقم 12 الهايبوجلوسال نيرف، هو ايضا بيور موتور نيرفز. هذه النيرفز 7 و9 و10 و11 و12 اللي هم اخر اربعه اللي هم ايه خمسه كرينيال، هندرسهم حالا. اما النيرف رقم 8 فهندرسه مع النيرف رقم 1 و2 في فرع النيورو اناتومي. الان سنتعرض بالشرح الى الفيشيال نيرف. الفيشيال نيرف اللي هو السيفنس كرينيال نيرف، علشان نتعرض للكورس والريليشنز بتاعته هنرسم البيتروس بارت اوف ذا تمبرال بون. جزء من التمبرال بون كان بيراميد الانشيب، له ميديال بارت ولاترال بارت. بداخل البيتروس بارت اوف ذا تمبرال بون كان توجد هناك بوني كانال اسمها فيشيال كانال، لها فتحه من جوه، فتحتها الداخليه في النورمابيزاليس انترنا كان اسمها انترنال اكوستيك ميتس، فتحتها اللي من بره في النورمابيزاليس انكسترنا كان اسمها ستايلو ماستويد فورامين. الفيشيال كانال مش ماشيه ستريت كورس، دي ماشيه جزء منها لاترالي ثم جزء باكورد ثم الجزء الثالث كان نازل داون وورد. طيب في البيتروس بارت اوف تمبرال بون كان يوجد تو بيج كافيتيز، كافيتي يقع ميديال اسمه كافيتي اوف ذا انترنال اير، وكافيتي اخر لاترال اسمه كافيتي اوف ذا ميدل اير. الميدل اير كافيتي ده كان عباره عن حجره لها اربع جدران وسقف ارضيه. انا هاخد منهم دلوقتي الميديال وول، وهاخد منها كمان البوستيريور وول اللي هم هيهمونا الان في موضوع شغلنا مع الكورس والريليشنز بتاعت الفيشيال نيرف. طيب ان فرونت اوف ذا ستايلو ماستويد فورامين كان يوجد الستايلويد بروسس، وكان ورا منه لازم يوجد الماستويد بروسس. الان البيجنينج اوف فيشيال نيرف والكورس والريليشنز والاند اند ترمينيشن من خلال هذه السلايد. الفيشيال نيرف بيبتدي بتو روتس، موتور روت بيسموه الفيشيال نيرف بروبر، وفي الجزء الاخر باراسيمباثيتك اند
سنسوري يحمل تيست سنسيشن من التنج يسموه نيرفس انترميدياس. الديب اوريجين للتو روتس دول هيتشرح مع النيورو اناتومي. خرج التو روتس الاخضر اللي هو هيمثل لي زي ما قلنا الفيشيال نيرف بروبر، والتاني الروت اوف اللي بيسموه نيرفس انترميدياس، هيتحدوا مع بعض ويدخلوا متحدين الى الانترنال اكوستيك ميتاس، وهيمشوا نفس الكورس اللي هتمشي الفيشيال كانال انسايد ذا بيتروس بارت اوف ذا تمبرال بون. ات فيرست هيدخل الفيشيال نيرف بالكومبوننت بتاعته، هيمشي لاترالي زين بوستيريور، بوستيريورلي هيمشي اباف ذا ميديال وول اوف ذا ميدل اير، ثم ينزل داون ووردز ان فرونت اوف ذا بوستيريور وول اوف ميدل اير، واخيرا هيخرج من الستايلوماستويد فورامن اوتسايد ذا كرينيال كافيتي. هيروح لمنطقه الفيس، هيقابل قدامه حارس ماسك قلم ودبابه، هو الستايلود بروسيس لن يصطدم بيه، لكنه اتكيرفس اراوند ذا لاترال سايد اوف ستايلود بروسيس تو ريتش البروتيد جلاند، وهنا هيدخل للجلاند من البوسترو ميديال سيرفيس ويمشي انسايد ذا سبستانس اوف ذا جلاند از موست سوبرفيشال ستراكشرز، وهيدي توضيحاته وبرانشاته اللي اتكلمنا عليها في الفيس من خلال الديفرنت سايتس اوف ذا جلاند. ده كان الكورس وريليشنز اوف ذا فيشيال نيرف inside the petrous part of temporal bone اللي بيسموه الانتراكرينيال كورس اوف فيشيال نيرف. طيب هنمسك الرايت فيشيال نيرف فور اكزامبل ونتكلم على البرانشز بتاعته تفصيلا. دي البتروس بارت اوف تمبرال بون بالجزئين بتوعها، الجزء الميديال اللي هو الانر اير او الانترنال اير، والجزء اللاترال المستطيل في الشكل ده او المتوازي المستطيلات اللي هو الميدل اير. الفيشيال نيرف بتاعنا جاي بالكورس بتاعه، جاي بالتو كومبوننتس، افكر واقول تاني التو كومبوننتس اللي هم الفيشيال موتور بروبر والفيشيال نيرف بروبر اللي هو الموتور روت والباراسيمباثيك والتست روت اللي هو اللي اسمه نيرفس انترميدياس. دخل هنا مش الكورس بتاعه، هنا دي كانت الانترنال اكوستيك ميتس مش الكورس بتاعه، اكرر تاني ات فيرست لاترالي ثم يمشي بوستيريورلي، والاثنين دول كانوا هوريزونتال. عند اتصال اللاترال بارت بالبوستيريور بارت اللي كان ماشي هوريزونتال هنجد في جانجليون قاعده في هذه المنطقه هيسموها جينيكيوليت جانجليون. جينيكيوليت او جينيكيولار جايه من جينيو، جينيو يعني ركبه، يعني توجد عند ركبه النيرف. الجزء الثالث اللي يمشي في الفيشيال كانال ماشي داون ووردز يعني فيرتيكال لحد ما يطلع زي ما قلنا من الستايلوماستويد فورامين. تعالوا نتعرض للبرانشز اوف ذا فيشيال نيرف انسايد ذا فيتروس بارت اوف تمبرال بون او اللي يسموها انتراكرينيال برانشز. اول واحد فيهم كان اسمه جريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف، واسم الشهره بتاعه جريتر بتروزال نيرف. ده هيخرج من الجينيكيوليت جانجليون، يعني هيخرج من الفيشيال نيرف عند نقطة اتصال اللاترال بارت بالبوستيريور بارت، الاتنين اللي كانوا ماشيين هوريزونتال، هيمشي فوروردز اكروس ذا ميدل اير، ثم يغادر البتروس بارت اوف تمبرال بون عبر قناة صغيرة، كانال فيري سمول اوبننج، هيسموها باسم الجريتر بتروزال، فيسموها الجريتر بتروزال هيتس. هيخرج منها الجريتر بتروزال نيرف، يمشي على الانتيريور سيرفيس اوف ذا بيتروس بارت اوف تمبرال بون، يدخل للفورامين لاسرام. بدخوله للفورامين لاسرام هيتحد معاه سمباثيتك نيرف جاي من البلكسس اللي حوالين الانترنال كاروتيد ارتر اللي كان بيمر في هذه المنطقه، والنيرف ده بيسموه ديب بتروزال نيرف. اتحاد الديب بتروزال نيرف مع الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف اللي هو الجريتر بتروزال ودخولهم الى الفورامين لاسرام، هيخرجوا من الفورامين لاسرام متحدين يكونوا لي نيرف يمشي في نفق مظلم واسمه الفيديان نيرف او نيرف اوف ذا تيريجويد كانال. النيرف اوف ذا تيريجويد كانال بالتو كومبوننتس بتاعته، الباراسمباثيتك كومبوننت اللي هو الجريتر بتروزال نيرف والسمباثيتك كومبوننت اللي هو الديب بتروزال نيرف، هيعملهم ريلي في جانجليون. الباراسمباثيتك روت هو اللي هيعمل الريلي، هيعملوا ريلي هنا في عفوا
في سفينو بلاتين جانجلون، مش في الاوتيك، عفوا، في السفينو بلاتين جانجلون اللي كانت قاعده في التريجو بلاتين فوسا، وهيخرجهم البرانشز البوست جانجليونيك من السفينو او التريجو بلاتين جانجلون، هيخرجوا منها ويغذوا 3 ميوكاس جلانز، واحده منهم في النوز والثانيه في اللاكريمال والثالثه في البلاتين ارياز، فيسيبوا البرانشز ديت نيزل ولاكريمال وبلاتين برانشز. ده عن الجريتر بتروزال نيرف. اما النيرف الثاني فاسمه كوردا تيمباناي، فهو باراسمباثيك. باراسمباثيك يعني ايه؟ باراسمباثيك يعني جاي من النيرفس انترميدياس اللي هو الباراسمباثيك روت اللي طلع منه ايضا الجريتر بتروزال. ده هيطلع من الفيرتيكال بارت اوف ذا فيشيال نيرف اللي ماشي ان فرونت اوف ذا بوستيريور وول اوف ذا ميدل اير كافيتي. هيمشي في الميدل اير كافيتي هوريزونتالي فوروردز، ثم يخترق الوول الانتيريور وول اوف ذا بيتروس بارت اوف تمبر بون عن طريق فيشر صغير. الفيشر الصغير ده هيسموه سكويمو تمبانيك فيشر. هيغادر الكوردا تمباناي وينزل من السكويمو تمبانيك فيشر اوت سايد ذا سكال، يعني يمشي انتراكرينيال. المنطقه ديت الانتراكرينيال بارت من هذه المنطقه هي الانفرا تمبرال ريجون. هناك عايز يمشي مشوار طويل، عايز يروح لجانجليون مش قادر يوصل، فهيتحد مع سنسوري نيرف اسمه اللينجوال نيرف، يدخل معاه في اكيوت انجل علشان يوصله هنا لجانجليون اسمها سب مانديبولار جانجليون. هيعمل فيها ريلي ويطلعهم 3 بوست جانجليونيك برانشز من السب مانديبولار جانجليون المسؤول عنهم الكوردة المناي. هيخرجوا الثلاثة برانشز ديت البوست جانجليون ويغذوا 3 مناطق. اول برانش ده كان تيست شايل من الانتيريور تو سيرز اوف ذا تانج تيست سنسيشن. التو برانشز التانيين ده البرانش الاولاني هيمشي مع اللينجوال نيرف، اما التو برانشز التانيين فهيروحوا مباشره للسب لينجوال والسب مانديبولار سليفري جلانز، ويغذوا الماي اوبيسيليال سيلز المحيطه بالاسيناي بباراسمباثيك انرفيشن. ده النيرف الثاني اللي اسمه الكوردا تمباناي اللي هو السكند برانش اللي كان طالع من الفيشيال نيرف. اما البرانش الثالث فهو موتور، فده اللي جاي من الفيشيال الروت اوف ذا فيشيال نيرف بروبر، طالع ايضا من الفيرتيكال بارت اللي هو ماشي ان فرونت اوف ذا بوستيريور وول اوف ذا ميدل اير كافيتي، ويمشي مباشره يغذي العضله اللي اسمها استابيدياس ماسل. الاستابيدياس ماسل من العضلات اللي خارجه من السكند فرينجيال ارش، وعلشان كده كانت بتتغذى ببرانش طالع من الفيشيال نيرف. على الاساس ده لو قلنا مراجعه سريعه هنجد ان الفيشيال نيرف بيطلع لي في انسايد سكرينيال كافيتي، يعني انسايد ذا بيتروس بارت اوف تمبرال بون، يطلع 3 برانشز جريتر بتروزل وليسر بتروزل، ودي باراسمباثيك نيرفز جايه من النيرفس انترميدياس روت بتاعه، اما النيرف تو استابيدياس فده جاي من الموتور روت اوف ذا فيشيال نيرف.